نرجع مشاهدينا لختام الحلقة ومنطر الأجواء ومنتقل إلى عالم الفن وعالم الغناء، ومعنا ضيفنا بهالحلقة نور الدين المغربي. مساء الخير نور. مساء الأنوار. نورتنا، كنت معنا بحلقة سابقة، ولكن صوتك الحلو واللون المغربي والحالم نقلنا مرة جديدة إلى الأندلس، وحبينا نرجع نستضيفك مرة تانية. الله يخليك. أول شيء، المغربي هو منو اسمك الأصلي، هو اسم كرمال تحافظ على الهوية المغربية، مزبوط؟ صح، وتعرف بالهوية وتعرف بالبلد كمان. قديش مهم هالشي بالنسبة لك كمغترب مغربي؟ وكنا عم نحكي طوال الحلقة، يعني حكينا كمان عن الاغتراب نحن كعرب أمريكيين. صح، مهم جدا، لأنه الفن رسالة، بس كيف ما هي رسالة إنسانية فهي رسالة وطنية في نفس الوقت. حلو. يعني ببلغ رسالتي بصوتي وباسمي وبحضوري وبكل شيء. طيب، نحن مستعدين أنه نسمع أول جزء من الرسالة. شو بدك تسمعنا؟ شيء أوتنتيك، أصيل مغربي. أصيل مغربي. نروح لذاك الإنسان الفنان عبد الهادي بالخياط، وتورط مغربي قديم قديم، مش قديم بزاف، شوية. أوكي. كلنا سمع. الإنسان على زين فيه، والله الله الله، عندك الإنسان ويدك الإنسان على زين فيه، الله والشمس نخواتيها، الله والشمس نخواتيها، حالك مواتي عليا الله يهديك، يا هندك الإنسان. ولما شفت الزين قرة العين، ولما شفت الزين قرة العين، قلبي ضاع مني وصبح من ملوك، وعندي قلب حنين يهرب منك لين، عندي قلب حنين يهرب منك لين، عصفات بيه لماج وصبح من ملوك. يعني أنا ما فهمت الكلام، ما فهمت الكلام، ما تأخذني هلا، يمكن تفسر لي شوي صغيرة، بس حسيت باللحن كتير حلو والإيقاع أجمل. الكلام يعني صعب إنه ينفهم، ولكن سمعت قرة العين عم تحكي عن الإنسان، اشرح لي أكثر. Exactly. شو الكلمة بتقول؟ يا لما شفت الزين قرة العين، لما شفت الزين قرة العين، قلبي ضاع مني وأصبحت مملوك. أصبحت مملوك. إيه، هي مشكلة تدقيق، بس لما ندقق في الكلام شوية بينفهم. مزبوط. بس مش صعب كتير. خليني أحكي معك شوي صغيرة عن شغلك يعني هون بأمريكا. قديش سهل إنه تريتش أوت، إنك توصل إلى الجالية المغربية؟ مش سهل. بالمرة. لا مش سهل، لأنه بتعرف إنه إحنا كجالية مغربية يعني إحنا يعني ماينورتي، بنقول. فريتش اوت شوي بيكون صعب. الحمد لله في برامج زي The Bridge نسوي ريتش اوت، سو نحن عم نساعد شوي صغيرة اكثر، شوي كبيرة كرمال تريتش اوت. نعم اكزاكتلي. صح. ف هون بامريكا ان جنرال، يعني في نيويورك، في اورلاندو، واشنطن، بوسطن، يعني في جالية، بس الريتش اوت هو شوي صعب. نعم، بس يعني نور الدين انت مش بس حاصر حالك باللون المغربي، انت بتغني التخت الشرقي يعني بمختلف جوانبه. شو بتحب تسمعنا؟ شيء تاني غير مغربي؟ غير مغربي. يلا، بعيد عنك. بعيد عنك كوكب الشرق ممكن. طبعا اكيد كلنا سمع. Thank you.
نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي وأيامه، نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي وأيامه. بعيد عنا حياتي عذاب، ما انت بعدنيش بعيد عنا، ماليش غير دموع احباب معها بعيش بعيد عنا. بعيد عنا حياتي عذاب، ما انت بعدنيش بعيد عنا، ماليش غير دموع احباب معها بعيش بعيد عنا. غلبني الشوق غلبني غلبني غلبني، ليل البعد ذوبني ذوبني ذوبني، ما مزق حيرني ومهما البعد صغرني، ولا طول بعدك يغيرني، ولا الأيام بتبعدني بعيد عنك. حلو حلو. خلينا نسمع شيء تاني خاص، في عندك أغاني خاصة وكيف بتم تنفيذها؟ الأغاني الخاصة لسه في طور إنجاز والتوزيع، لأنه المشكلة هون أنه ما في الكلمات الألحان، لازم كنا نرجع للبلد. نعم. لازم نرجع للمغرب، يعني ما فيش خاصة يعني اللون المغربي يمكن ضرور. كتير كتير أصعب. طيب شو بتحب تسمعنا؟ شيء هيك على ذوقك، شيء بيطلبوه العالم بس تكون عم بتأدي بيطلبوه أكتر من غيره المغربي؟ يوم ولا ألالا؟ يلا يلا كلنا سمع. حبيبي سيدي وزالي، سيدي حبيبي سيدي وزالي، وزالي مالو متالي، هيلي هيلي وسيدي حبيبي في الهوا، وردوا بالشوكة أنا جني وجنون الحاجة المشروكة، الوردوا يا الوردوا وردوا بالشوكة أنا جني وجنوني الحاجة المشروكة، سيدي حبيبي سيدي غزالي، سيدي حبيبي سيدي غزالي، وغزالي مالو متالي، هيلي هيلي وسيدي حبيبي في الهوا. الله
نور الدين اليوم يعني وقت اسالك انه بدك تغني لحدا ثاني دغري بيخطر على بالك الست ام كلثوم، قديش تاثير يعني هالعمالقه مثل السيده ام كلثوم على اللي ترعرعوا بالمغرب واللي يعني اثرت عليك؟ لانه دفنتلي الاغنيه هي كانت الخيار الاول بس طلبت منك انك تغني، ولكن غنيتها باسلوب يعني مبين الطابع المغربي فيه. ضروري، لانه احنا في المغرب دار ما فيش حد ما ترباش على ام كلثوم. يعني الفن له قاعده. قاعدتنا احنا عندنا عظماء المغرب وعظماء الشرق. يعني ضروري ما تسمع من هذا ومن هذا. بس ضروري البصمه تبعك، يعني الفنان ليس مقلد وانما هو فنان. يعني اذا غنيت لاي فنان لما يكون مغربي او غير مغربي ضروري من البصمه الشخصيه. لازم تكون. طيب. لأن احنا مش بنأدي مش كاروبو يعني ك اوكي. طيب سمعنا شيء ثاني لانه انا كثير يعني ام فيري انترستد اني اعرفك اسمع منك كيف الاشياء مثلا عبد الحليم حافظ او مثل ما انت بدك خليجي مثلا اللون الخليجي I'll be very interested لانه حسيت الايقاع المغربي بيشبه شوي صغيره جدا الايقاع الخليجي صحيح جدا اوكي سو بتحب تسمعنا شيء يعني من النوعين الخليجي طبعا اول اسمي بيخطر على البال هو محمد عبده اكيد اكيد يلا مش معقوله محمد عبده يعني نقيت الهايلايت يس عليك التعب ما يحتمل غير ده ليلة ايوه قلبي عليك التعب ما يحتمل غير ده ليلة ايوه وقلبي قلبي قلبي عليك التعب عساك ما يلتع عليك يا كاملا جيلة عساك ما يلتع عليك يا كاملا جيلة أيو قلبي 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 عليك التع يسلم هالصوت تحت الهواء كنت عم قبل ما نطلع على الهواء كنت عم تجرب هيك أغنية أي الموال هذا موال أغنية صح أوكي بدك تبخل علينا بدي أطلبه منك مرتين على الهواء نحن ضروري يلا مش بيهم الموال لمين هذه الأغنية شعبية مغربية يعني معروفة شعبية اسمها يوم يشبه يوم يوم يشبه يوم آه. اوكي فهو مو حزين شوي بس بس ما اوكي يعني انا ما عم بفهم الكلام لا لا هذه نص ممكن تفهمها ممكن تفهمها
يوم مش بيوم حياتي هديه حياتي اللي تمنيت تكون ماشي هديه وريوني ظهري وين يكون وين يكون را العمر غادي وريوني ظهري وين يكون وين يكون را العمر غادي يوم إيش بيوم ياتي غادي ياتي غادي وحياتي اللي تمنيت تكون ماشي غادي ماشي غادي وريوني زهري وين يكون وين يكون را العمر غادي وريوني زهري وين يكون وين يكون را العمر غادي مرة فرحان مرة زعلان مرة عادي مرة فرحان مرة غضبان مرة عادي أصير ونجوم الليل أنجوم الليل زادوا في عذابي أصير ونجوم الليل أنجوم الليل زادوا في عذابي يوم ويش بيوم حياتي غادي وحياتي غادي حياتي اللي تمنيت تكون ماشي غادي وماشي غادي وريوني زري وين يكون وين يكون را العمر غادي وريوني زري وين يكون وين يكون ويا شكرا نور الدين. يعني عم بتعرفنا انا شخصيا عم بتعرف على الفن وعلى يعني هيك تقليد مغربي حلو كثير خاصه الايقاع يعني اكثر شيء هيك عم بيوصل على قلبي وبشكر كثير العازف الكيبورد جواد على وجودك معنا. قبل ما اختم الحلقه وبدي اختمها معك بدي اطلب من جميع المشاهدين انه يكونوا معنا على الموعد الاسبوع القادم بنفس الوقت كرمال نتابع سوا حلقه جديده من برنامجنا برنامجكم برنامج الجسر. بتمنى انكم تكونوا تمتعتوا بهالحلقه وانكم تكونوا شاركتونا بافكاركم وارائكم بالمواضيع الساخنه يلي بحثناها. اذا ملتقانا الاسبوع القادم وانا بشكركم على حسن المتابعه. نور الدين اغنيه اخيره نختم فيها الحلقه معك. يلا خلو أستاذ جواد يختار. جواد شو بدك تسمعنا؟ أغنية راي. أغنية راي؟ يلا بنختم بأغنية راي أكيد. بعلم ضيق الحال عليا داوي حالي بعلم سيدي وروف عليا عبد القادر يا بعلم ضيق الحال عليا داوي حالي بعلم سيدي وروف عليا ايه سيدي بوه مدين وانا بيملك مأمن وسيدي الهواري سلطاني الغالي وسيدي بوه مدين وانا بيملك مأمن وسيدي الهواري سلطاني الغالي ودعوتي كل ليلة يا ناديك المبلية ما بيدي حيلة وهي العشرة طويلة
دعوتي كلي ليا يا دي كلمة بليا ما بدي حيلة وهي العصر طويلة عبد القادر يا ابو علام تقل حال عليا ديوي حالية وعلم سيدي وروف عليا ذاك الوالي وحده ويلي حالي وسيدي عبد الرحمن وده ويداوي وذاك الوالي اللي وحده ويلي حالي سيدي عبد الرحمن داوي حالي